مشروع دق الباب يعني تعدى بمراحل مراحل مختلفة تقريبا من 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 المقاهي الشبابية. تم تركيب المشروع انطلاقا من استبيان. الاستبيان هذا تم على أساسه يعني صياغة الأهداف المحددة للمشروع وانطلق كمختلف مشاريع يعني المؤسسة. دق الباب يعني استهدف الفئات الشبابية في أحياء تونس الكبرى، الأحياء اللي ما نسميهم الأحياء الشعبية، ومكن من الشباب هذوما من اكتساب معارف وتعزيز قدراتهم في يعني التخطيط الاستراتيجي والتنمية المحلية، لكن ماهوش حسب مقاربات كلاسيكية، هي مقاربات محدثة تبدأ ب يعني تطويع المناهج البحث والملاحظة التطبيقية لفائدة المشاريع، وهذا في حد ذاته يعني رهان تم يعني تحقيقه بالمشروع هذا. المشاريع الشبابية تقريبا انحصرت في كل ما يهم التنمية، الأمن الحضري، علاقة الشباب بالسلطة وبالدولة، علاقة الشباب بالتغيير ككل. ومن خلال هالمخرجات هذه تم اليوم في الندوة هذه عرض الخمس مشاريع اللي فيها يعني بعد ثقافي كبير، بعد توعوي كبير، واللي يمكن الشباب ذوما من تعرف أكثر فأكثر على أحيائهم، القرب أكثر من أحيائهم، اكتساب روابط ثقة ومتانة في العلاقات ومتانة في التواصل مع مختلف شرائح الأخرى، سواء كانت شبابية أو شرائح مختلفة، يعني شرائح اجتماعية مختلفة. الجانب الهام أيضا هو اللي مكن المشروع ذايا من تغيير نظرة الشاب إلى الانتماء للمحيط متاعه، الانتماء للمحيط متاعه انطلاقا من تغيير أيضا إدراكه وتمثلاته بتملك الفضاء العمومي والعمل في الشأن العام.